اتفقنا اليوم غادي نروح لمدينة ميلون إيطاليا نجيبو غادي نديرو لا تورت ميلانيز. واش هي لا تورت ميلانيز؟ سي اون تورت يعني فيها بات فويتي من الفوق ومن تحت وفيها عدة طبقات لداخل تعطيها ألوان شابة بزاف. فيها دي زوبوي بيض غادي نخلطوه مع شوية تاع لي زيرب ونقليوه. فيها لي زيبينار، فيها الجومبون، فيها الفرماج، فيها الفلفل، ونعاود هذوك لي كوشي درناهم في الاول نعاود نخلفوهم من هي وتجينا اون تورت ولا اروع. نبدو على بركة الله، بدي ننظم روحي شوية بشوية. غادي نبدي نقلي البيض. البيض قلت لكم غادي ندير معاه دي زيرب نملحو. لي زيرب ديروا اللي حبيتو، نحطو هنا. قلت لكم اعشاب، ديروا الاعشاب اللي حبيتو، سيبولات، استراغون، لانيت، اللي حبيتو. هنا غادي ندير شويه زيت، انا غادي ندير فيه بيرسيل، معدنوز، حطي تقلى ونضرب البيض دون زون. انا وجدت لو بلاطو اللي غادي ندير فيه، نضرب البيض. فوالا كسر كامل البيض اللي قلنا كميه معتبره من البيض، يعني غادي نضربوه وغادي غادي نضربوه وغادي نديرو دو كوش، زوج تاع الطبقات، يعني كميه معتبره 4 5 6 7 8 هاي نزيدهم، معليش كنت يبقى لي ناكلها كي من هاكي 10. نرمي هادو ونضربه، نزيد له شوية معدنوس، نقطع هادوك لي فاي نتاع المعدنوس، نروح تعطيني ذوق تعطيني بنة. قلت لكم تنجمو ديروا اعشاب واحد اخرين، لي استراغون، لا سيبولات، الحبق، اللي حبيتو، مجموعه تخلطوا بين هاد الاعشاب ما فيش مشكل. هاد لي زوبوي غادي نطيبوهم، ما تخليهمش ينشفوا بزاف، دونك هادو غادي نقليهم. لي زيبينار جو لي زافي بلانشي، يعني حطيتهم في ما يغلي 5 دقائق وقلعتهم وعصرتهم. غادي نطيبهم مع شويه بصل مع شويه ثوم، ومن بعد نقشيهم، يعني بعد نرحيهم. غادي هنا غادي نزيد ملح، فلفل اسود، ملح، فلفل اسود، نقص هنا ونضرب، نزيد لها حتى شويه ثوم، وندير شويه اوريغان، زعتر، فوالا ونضرب. غادي نحط لي زو ينقلاو، وهنا عيني عليهم، قلت لكم مانيش باغي نطيبهم بزاف، نخلط ونخليهم شويه مميهين. الوقت اللي طيبوا لي شويه ناخذ مقلاه واحده اخرى ونحط فيها شويه زيت ونقلي فيها البصله اللي غادي ندير فيها لي زيبينار، سبانخ اللي كنت حطيتهم كو جافي بلونشي، حطيتهم في الماء. دونك هنا صاي نقلعها، غادي تكمل طياب في السخانه تاعها، ما تنشفوهاش بزاف. وهنا غادي نحيها منا باش ما تزيدش طيب في السخانه نتاع فوالا. شوفوها الي ان بو بافوز، يعني ماشي ناشفه. فوالا نخليها على جنب. وصفه فريمون شابه بزاف، كنت جربتها وحبيتكم نتوما تاني تجربوها. هنا غادي ندير البصل، قلي البصل، قلت لكم غادي نزيد له ثوم، نزيد له اوريغان، نزيد له اوريغان، نزيد له، غادي ندير ثاني شويه زبده تعطي له بنه شابه،
وغادي نربي شوية جوز الطيب. جوز الطيب تعطي ذوق شباب بزاف بزاف. دروك نحطها هنا راني نقلي وبعد نحط السبانخ وبعد كما قلت لكم نطحن كل شيء. فوالا ونحط السبانخ يطيبوا لي الملح فلفل اسود ثاني ملح فلفل اسود ونخلط. هنا واش باقي لي؟ دونك شفتوا هنا الكريمه الطازجه غادي نزيدها مع السبانخ كي غادي يطيبوا لي شويه. هنا كملت بهادو. دونك راني وجدت لومليت تاع البيض، راني نوجد في لي زيبينار. عندي جومبون، جومبون دند ولا جومبون دو بولي ولا جومبون تاع لو بوف كيما حبيتو. عندي لو بوافرون، الفلفل اللي كنت شويته ونقيته راه هنا. شو عندي ثاني؟ عندي جبن اللي ثاني غادي نزيدها في لي كوش نتاعي. وعندي وعندي بات فويتي اللي بها غادي نديرو لا تورت. دونك هنا قلت لكم غير نقليوها شويه نديرو نطحنو في الميكسور. فوالا نزيد لها تاني شويه كريمه طازجه ملعقتين ثلاثه وجدت لا كوش نتاع لي زيبينار. نحطها في الطبق باش من بعد نحط كامل لي كوش اللي غادي نحطهم ونورق لا بات فيتي ونعمر ونديرها في المول. فوالا لا كوش راها واجده هنا. ناخذ لاباط فيتي دروك غادي نورقها نمسح مليح لو بلون دو طرافاي ونورق لاباط فيتي نتاعي. انا ديت ان مول سون فون، ان مول كي من هاك حطيتو سوغ اون بلاك حطيتو سوغ ان سيل باك. الا عندكم ان مول شارنيير اللي ينحل سي انكور ميو. فوالا خلي هنا على جنب لو طون اللي نوجد لاباط فيتي. ناخذ شويه فارين فارينه ون جو سو بودر فوالا. وهنا ناخذ لا بات فيتي اون بات فيتي باش نورقها ونمشي نورق. هنا غادي نورق تاني كي من هاك نقلبو منا جو سو بودغ تاني
نشوف المول نتاعي سي بارفي دونك هذه غادي نقسمها على اثنين ونحط واحدة قدام واحدة ونحط هنا pour avoir une pâte feuilletée واحدة voilà je la pique هنا في كامل ونحطها في المول ناخد المول نتاعي نجيب ناخد لاباط فيتي كيما هاك بالعقل عليا ونجيب المول ونحطها بعد غادي نهودها بشويه pour qu'elle épouse كامل هذاك المول فوالا غير بالعقل يليق نهودها كامل فوالا هلا يبوزي تو مون مول هاديك ما بات فيتي الي توب وهنا نمشي ندير لي كوش نتاوي لي كوش نتاوي كيش نديرهم نتاكد بلي كامل بارتو راه نيشان لي كوش نتاوي كيش نديرهم هنا باش ما تشربليش بزاف يعني باش بور كيل سوا با دي ترومبي لا بات نتاعي نحط لا شابلور سي اون استوس نحط لا شابلور او فون دو مول باش هذاك ليكسيدون تاع لو ليكيد يعني زياده تاع الماء اللي نجم يهود تشربه تشربها لا شابلور نزيد ثاني بارميزون ثاني غادي يعطيها ذوق وغادي يشرب ليكسيدون نتاع الماء اللي ممكن يطيح من لي زيبينار واللي ممكن يطيح من لي زوبويي وانا ماشيه كي من هاك هنا كومون جو بروسيدي كيش غادي ندير غادي ندي لي زوبويي البيض اللي كنت قليته ونحط او فون دو لا تورت كاع لي كوش لي غادي نديرهم غادي نديرو زوج جوج عندك غير لي بوافرون لي غادي يجي هو الروحه في الوسط كوش وحده طبقه وحده نا 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 هنا ندير لي ترونج جومبون نمشي ساير داير نحطهم فوالا هنا تاني نزيد واللي البلايص اللي ما باقي لهمش نقص لهم باش نزيد لهم دونك جوسكا بريزون تبعتوني درنا لو طيبنا لي زو طيبنا البيض طيبنا لي زيبينار السبانخ كنا شاويين الفلفل فوالا نزيد هنا كنا شاويين الفلفل لا بات فيتي انا جبتها واجده وراه فرماج لا بات فيتي جبتها واجده دونك راني درت درتها في المول درت لا شابلور نحط الفرماج درك درت لا شابلور باش تشرب لي ليكسيدون زياده تاع الماء فوالا ونزيد نحط اون كوش واحده اخرى تاع الفرماج عاود درت البيض اللي كنت دربته لي كوش اللي نحط فيهم درت البيض اللي كنت دربته عاود درت الجومبون عاود درك راني ندير في الفرماج قلت لكم نحاول نعمر يعني تجيني اون كوش واحده حتى لو ما كانش نسيي نقطع ونزيد دروك غادي ندير السبانخ نحط السبانخ اون كوش نتاع السبانخ فوالا وهنا دروك نزيد ندير الفلفل يعني الفلفل اللي كنت شاويته نحطه كي من هاك غادي نقطعو باسكو راني خايفه كي غادي نقطعو راني خايفه كي كون نخليه اون كوش وحده كي نقطع ما تجينيش دونك غادي نقطعه بالسكين فوالا دي مورسو تنجمو تخليه اون كوش وحده مي جو بريفير هاد الاخر نقطعو باش كي نقطع لي باغ ما تجيش هذيك الاخر نشلخها كاع نجبد كامل لاكوش
لا 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 لا. وهنا نحط الفلفل اللي قطعته، يعطيني لون شباب في الوسط ويعطيني ثاني ذوق. تخيلوا معايا كل هاد الأذواق اللي درناها هنا، البنة اللي غادي تجي في هاد لاتوخت. وبالك نعاود نزورو تاني مرات أخرى. كنت طلبتوني على لاباتا بيتزا، على لابيتزا، دوك نديرو أنواع مختلفة من البيتزات، باسكو سي تخي دموندي، شكون اللي ما يبغيش لابيتزا؟ الحاجة اللي مليحة سيكو كاين بوغ تو لي غو، يعني واش ما تحبو كاين شومون لابيتزا اللي توالمكم. هوب ونزيد نعمر مليح، يعني جامي اسي. قلت لكم انا الفلفل الاحمر، لاحظتوا بلي اكيد بلي لاحظتوا بلي الفلفل الاحمر طيب بيه بزاف. هاي كملوا هادو ومن بعد هادي. قلت لكم نملح الفلفل باقي ما كنتش ملحاته، فوالا شويه ملح. دروك نعاود نعكسو، يعني اللي درناه لي كوش اللي درناهم نديرو في لوتر سونس. نديرو لو بوا لو سبانخ، فوالا شتو الالوان الاخضر الاحمر، دي شابه بزاف. ونحب الاطباق اللي فيها لي ديفيرونس لي ديفيرون تيكستور. فوالا درت سبانخ، دروك نزيد الفرماج تاني نقطع باش يجيني فرماج. دو اللي حبيتو، غودا شيدار اللي حبيتو، موتزاريلا اللي حبيتو. ناخد تاني ونقص نزيد ندير جومبون. نزيد نكمل البلايص اللي ما فيهمش وباش ما نقيش هذوك لي شوت فما ينقصوش، مي بون فوالا. وندير جومبون، بعد تبقى لي اون كوش وحده نتاع البيض اللي راني قليته، ومن بعد نبلع لا توخت. الفرن اللي مسخناته على 200 درجه مئويه، هنا كلشي راه طايب، راكو شايفين بلي كلشي راه طايب، يعني ما كانش حاجه. عندك كي طيب لا بات فويتي وتشوفوها حمراء سايي، لا توخت نتاعكم راها واجده. نروح نكمل كيما هاك، باقي لي هنا مكان ما عمرتوش، فوالا. ونكمل بلي زو بويي، علاش يليق لكم والعالي. قبل شفتو بلي عندنا طبقات، يعني عدة طبقات، فوالا. ونروح هنا تاني ندير بارميزون من الفوق، يعطيني بنة، وتاني سا بيرمي كو لا بات ما تشربش بزاف. ونكملها بشويه شابلوغ. هنا واش باقي؟ ما باقيش حاجه كبيره باش نكملو لا توخت نتاعنا. نقلع هادو من الطريق، فوالا هوب. هنا واش باقي لنا؟ ناخدو نقطع شويه هنا، نقطع ليكسيدون، نخلي زياده تاع لاباط بصح نقطع شويه، يعني ما نخليش كي هذيك لاباط اللي راه عندي زياده، نخلي غير شويه باش نردها. ومن بعد غادي نبلع الوجه تاع لا تورت، سينو سي با اون تورت، بلا بات فويتي تاني. نقطع تك فوالا، ونرجع هذاك الزياده منا، نقلبو على لا تورت. هنا غادي ندرب بيضه، انا نبغي نخدم نمسح البلون طرافاي تاعي قبل ما نكمل. فوالا قطعتها، هنا نوجد ندير دابور بيضه ندربها باش ندهن بيها. نزيد لها شويه ما
Voilà, parfait. ونحطها هنا وهنا غادي نورق لا بات فيتي اللي غادي نحطها فوق يعني نبلع بها لا تورت. وهنا نجيب المول تاعي ندهن الاطراف تاع هذاك لاباط اللي بقات لي في اللي خليتها زياده باش نلصق فيها لوتر بات فيتي. وهنا نحط لاباط فيتي اللي ورقتها ونضرك عليها باش تلصق. وهنا زيادة نحيه. هلا سي بارفي. اوب نخلي هذا منا نمسح لابلاك نتاعي. هنا راني حابه ندير لها quelques dessins. فين راه لو خدمه نتاعي؟ راه هنا. فوالا نجيب هنا وندير كيما نديرو لا 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 غاليت دي روا. نروح ندير دي سيركل نروح هنا تاني. صدقوني تورت روعة بنا شكل كل شيء فيها شباب. نحب بزاف الأطباق اللي تخليني نسافر المدن وبلدان بعيدة. هنا راني حبتها تنفس هاد لاتورت نقلع لها ان شوميني في الوسط ميتخانة في الوسط باش نخليها تتنفس وندير لها vraiment une sorte de cheminée avec le papier aluminium. Voilà. Une sorte de cheminée. Là, je vais vraiment te tenir. Et cette tourte, je vais dire que c'est un petit hachetel. قول من ديرها طيب ندهنها بشويه دوغيو. فوالا تعطيها كولور شاب. اي فوالا لا تورت نتاعي راها واجده وبرسك واجده. باقي لها طيب كمان ما غاديش ناكلوها خضراء. غادي نحطها في فرن مسخن 200 درجه مئويه من بعد نهبط لدرجه الحراره 180 درجه مئويه ونخليها طيب. كي تشوفوا لاباط فيتي طابت ساي لا تورت طابت باسكو كل شيء اللي داخل فيها طيب. نتلقاكم بعد الفاصل. لا تورت ميلانيز مشينا لميلان ايطاليا باش جبنا هاد لا تورت بنينه وشوفوا لي هاد الالوان. باش تقطعوها هذوك لي كوش يجوكم يحمقوا ان شاء الله يا ربي تجربوها وتدهنوا فيها. صحه فطوركم.
انا وغادي نخدموا كريمه منكهه بالقرفه وماء الزهر، روعه خفيف شباب بريزونطابل. غادي نفهمكم على ورقه البريك شنو نطيبوها. دابا نديروا الكريمه وبعد نفهمكم عليها. ندي اون كاسرول ونحط فيها المقادير 400 مليلتر حليب، غادي نوزن لها 80 غرام سكر، تبغوا شويه مسكر اكثر ديروا 100 غرام، هذا الشيء يرجع لكم. عندي عود ولا عودين قرفه، عندي ملعقتين مايزينا، وعندي ملعقتين ماء الزهر باش نكهها بماء الزهر، ونوزن 80 غرام سكر. فوالا ناخذ السكر ونوزن، نحط هنا شويه حليب، فنحط كميه تاع الحليب، سنخلي شويه اللي غادي نحل فيها لا مايزينا. نوزن 80 غرام سكر فوالا، ونحط السكر مع الحليب، ونزيد نحب بنت القرفة، نزيد عودين قرفة. وهنا غادي نحط الحليب اللي بقالي ونحلل فيه زوج معالق مايزينا. واحد اثنين، ونحلل هذيك المايزينا في الحليب البارد. كون نديروها نيشان ديريكتومون مع الحليب اللي يكون يسخن غادي تكور. دونك حلوها دابور، هي نفس فكره البلوزه بصح حنا غادي نستعملوا اوراق البسطيله. دونك ناخذ ان فوي، هذاك السكر راه داب، نزيد هذيك الكريمه، فالكريمه اللي درت المايزينا مع الحليب، ونخلط صرت لي ونخلط هنا، ونخليها غادي تعقد بشويه، نقص لها ونخليها تعقد بشويه، ونفهمكم على فكره الباستياولي بسطيله الحليب. هنا راكم شايفين باللي خدت ورقه البسطيله، اوراق بسطيله، وخدت قطعه 10 سنتيمتر مليحه، خدت قطعه قطعوهم ودهنوا بالزبده وحطوا ثلاثة واحدة فوق واحدة. بصح الفكرة أنكم كي تحطوهم يطيبوا حطوا بابي كويسون ورق الزبدة، وحطوا بلاكة واحدة أخرى كيما هذه فوقهم بوغ سا باش ما يتعوجوا لكم، باش يقعدوا نيفو واحد. هذا مكان وحطوهم يطيبوا على 180 درجة مئوية، ما يرفدوش وقت طياب بزاف 20 دقيقة 15 20 دقيقة، ركبوا عليهم كي يحمروا مليح راهم واجدين. هنا قلت لكم رانا نوجدوا في الكريمة، ونخلوها بشوية تعقاد هذيك الكريمه نتاعنا، منكهه بالقرفه. ومن بعد غادي نزيد لها ماء الزهر، ما نزيدوش في الاول باش ما تروحش الريحه تاعي، يعني يبقى الاخر دقيقه. قلت لكم هذه البسطيله نحبها بزاف لانها خفيفه تتحضر بسرعه، يعني ومن بعد بين الاوراق البسطيله كي نحطوا الكريمه نقدروا نحطوا الشيء اللي حبيناه، لي فوي كونفي، لي فوي سيك، اللي حبيتو. كيما هنا نديت لي زامون ديفيلي، اللوز المنسل حمصته شويه باش نحطه بين كي نحط الورقه البسطيله، نحط شويه كريمه، نحط لي زامون ديفيلي وانا ماشيه كيما هاك، ندير 3 ولا 4 تاع لي كوش. هنا ديت فرينه ديت النيشه، تقدروا ديروا كيما نديروا الحل البيت، تدوا فرينه الرز، فكره ثاني تجي مليحه، يعني الفكره راه هنا. بعد نتوما تنجموا تطوروها ولا تعدلوا فيها كيما حبيتوا. وانا ماشيه نحرك حتى تتقال، هذاك النيشه هو اللي غادي تقل لي الحليب اللي راه فيه السكر ونكهتها بالقرفه. تنجموا ثاني تزيدوا الهيل يعطيها بنه شابه، يعني ماشيه ونتقل فيها. شوفوا
كل ما نحركها كل ما تزيد تتقال. كي تخدموها يعني خلوها تبرد شوية باش تشد روحها تاني، ومن بعد عادة عمروا بها أو الأوراق البسطيل. البسطيلة من جهة المسان معروفة بزاف، يعني يحبوها ويديروها سالي سكري مالحة ولا حلوة، يديروها في الأعراس، يديروها للناس اللي يعني الناس اللي يحبوهم يجونا ضياف. فوالا راها تقالت لي. هنا هاد المرحلة عادة نزيد لها لا فلور دورانجي. انا غادي ندير لا فلور دورانجي وتجي بها شابه، بصح اللي يحب ماء الورد يدير لها ماء الورد. فوالا ونحركها، نعاود نردها شويه تتقال، ومن بعد نعاود نخليها تبرد. سي بون وجدت رائحه روعه. فوالا ونجبدها على جنب. صافي دروك غادي نديروها في لا غارنيتور. نجيب سا ونحط فيه لا كريم. خلوها عندكم تبرد مليح مليح باش تشد لكم. دونك نرفد هادو، اوب خلي هادي، نرفد هادو ونمشو للفاسوناج. الفاسوناج نحتاج اون اسييت طبسي كبير، نجيب كرسي ونبدو نوريكم كيفاش اون فالا فاسوني. الوغ نجيب قلت لكم هذوك الاوراق البسيطه اللي كنت طيبتهم وحمرتهم كيما هاكي. غادي ما نحط اثنين، هادي نحط شويه هنا باش تلصق لي. كون نحط وحده نخافها تتكسر. دونك هنا نجيب شويه كريمه ونروح نحطها جوليتال على كاع البسطيله. اوني جينيرو، هاد الكريمه بنينه بزاف شفتو خوتنا بالك اللي ما يعرفوهاش في الدول الاخرى، ومات احنا مشهوره كتير. هنا غادي ندير امون ديفيلي اللي كنت قرمشتهم نزيد شويه كريمه فوالا ونحط عاود ورقه تاع بسطيله، ندير لها شويه كريمه باش نلصق واحده اخرى ونحط واحده ثانيه. وانا مشاكي من هاك نزيد كريمه هالا، نحط لها شويه لوز قرمش، نزيد كريمه ونحط زوج ورقات نتا شفتوها شحال شابه، ونمشي ونطلع كي من هاك. نزيد كريمه نحط لها لوز، نزيد لها شويه كريمه هالا. علاش قلت لكم شحال ما زادت بردت شحال ما تشد روحها. ونحط ورقتين انا نرفد منا نتاع، ومن بعد نكمل باللوز. انا غادي نكمل اللي بقالي ونرجع يا حبابي نقدمها لكم بعد الفاصل. من ميلان رجعنا للجزائر، وهذه البسطيله بالحليب.
pastilles au lait et à la fleur d'oranger. شابة بزاف وخفيفة صح فطورك